حاجه بتطفو على وش الميه وبتبدا بحرف الحاء. حمامه شوفها ماشي على وش الميه على طول. حمامة. في حمامات بتمشي على وش الميه على طول؟ لا مش على طول، في على الشط كده. الشط استنى رايحه فين؟ بحرف الحاء. طب ما تمشيش بالريح عشان خاطر تبقى ريم. ريم؟ اه ريم اللي بيسأل. ريم من بارودي؟ حوامه. من حوامه دي؟ ايوه سمعت عن حاجه اسمها حوامه. والله بيعملوا بيها ايه الحوامه دي؟ بيركبوا عليها وبتمشي في الماي. بيحوموا بيها؟ حوت. الحوت على طول طافي على وش الميه، بينزلش تحت؟ لا بينزل بس برضه بيطفى. حاجه بتطفي على وش الميه تقوم على وش الميه تبدا حرف الحاء. تقوم على وش الميه تبدا من حرف الحاء. حوت. الازازه. في كذا حاجه هقول لك، في حاجه كتير. عايز حاجه بتقول حرف الحاء. حتة خشب. احنا عارفين اللي هو حتة خشب. ايوه ما حتة خشب تبدأ بحرف الحاء. طيب وانا قلت لك خشب، في كاوتش، في كذا حاجة يعني بتعوم على وش الماي. سواء الفل. حتة خشبة. حتة خشبة. اه. جامدة جدا. هو حاجة غير متوقعة. حتة خشبة. حتة خشبة؟ طب انت قلت لي حيوان. حتة خشبة. اه ممكن صح. صح. ايوه صح حته خشبه.